بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم لكم كل ما هو جديد وجديد، بس يا ريت قبل ما نتكلم في أي حاجة طبعا تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد. النهاردة بنقدم لكم مكنة الحلاقة اللي هتساعدكم على تنعيم الدقن بكل سهولة. ماكينة جميلة جدا ورائعة، وهي ماكينة برو جيمي. تمام، زي ما انتم طبعا شايفين شكل الكرتونة من الخارج بتكون بالشكل ده، وده طبعا بيكون شكل الماكينة زي ما هي موضح قدام حضراتكم على الصورة. تمام، ده هتقدر تستخدمها في كل سهولة وانت في البيت، هتقدر تحلق دقنك وانت في الجيش وانت مسافر، وسهلة الحمل جميلة جدا ومبتاخدش مكان، يعني بتيجي بالشكل الأنيق اللي في الكرتونة دي بالشكل ده. تعالوا نشوف شكل الماكينة من الداخل شكلها عامل ازاي، ونشوف ازاي طريقة تشغيلها. طبعا مكوناتها زي ما انتم شايفين، طبعا الكتالوج بيجي معاه الكتالوج، ودي اللي هو الكابل اللي انت هتقدر تشحنه الماكينة بيه، وفرشة التنظيف، وده بيكون شكل الماكينة. ماكينة جميلة جدا ورائعة. اللي هم عندهم التهابات في الدقن وكده، الماكينة دي طبعا زي ما انتم شايفينها بيجي الثلاث بكرات بالشكل ده. الثلاث بكرات دول طبعا لما بيشتغلوا بيساعدوا على نزع الشعر من الجذور، تيجي بالصوت الجميل ده والشكل الجميل ده. تمام، طبعا الشفرة اللي انتم شايفينها في ورا دي بتطلع طبعا لو انت حابب تخف دقنك على مستوى اللي هو الزيرو، تيجي بتشتغل بالطريقة دي كده. تمام، بعد طبعا ما تخلص بالاستخدام اللي هي الشفرة دي، تنزلها لاسفل بالطريقه دي كده، تبدا ايه تنعم باللي هو الثلاث بكرات دي بالشكل ده. تمام، جميله جدا ورائعه، واستخدامها كويس جدا جدا ومشكور في استخدامها. تمام، وهي مكنه برو جيمي. تمام، ولو حابين تستفسروا عنها عن اي شيء بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. تمام، وسعرها هايل جدا جدا، متوفر منها بكميات لو حابين تطلبوها. بيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر، وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناة بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد من منتجاتنا الجميلة الرائعة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.